المتحدة. معنا من القدس عصام عكرماوي موفد بي بي سي، أهلا بك عصام. معروف بأنه كما ذكرت أنت قبل قليل بأنه رئيس الوزراء أعطى تعليمات بألا يتناول المسؤولون الإسرائيليون ما سيعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هل تضمنت كلمة نتنياهو التي تابعنا بعضا منها قبل نحو ساعة من الآن أي إشارة لهذا الموضوع؟ في خطابه الذي ألقاه أمام المؤتمر الذي عقد اليوم في القدس لم يتطرق إلى موضوع السفارة، لكن في وقت لاحق أصدر بيانا مغتضبا قال فيه أن هذا اليوم هو يوم تاريخي هام من حيث اعتراف العالم بمكانة القدس للشعب اليهودي، لكن وزراء آخرين في حكومته طالبوا العالم بأن يعترف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل. وأيضا قبل قليل كشف أن بلدية القدس الإسرائيلية تعتزم تنظيم بعض الاحتفالات مساء اليوم في حال أعلن الرئيس دونالد ترامب عن قراره بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل. عصام، هذا على الصعيد الرسمي، ماذا على الصعيد عن الصعيد الشعبي وماذا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ أليست هناك مخاوف على الإطلاق من هذا الإعلان؟ هناك تحليلات في الصحف الإسرائيلية مختلفة، منها من يقول أن نتيجة أن الخاسر الأكبر من إثارة هذه القضية في هذا الوقت هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيتعرض لضغوط شديدة من قبل الإدارة الأمريكية للتنازل في الملفات الأخرى عندما سيبلغه ترامب أن الإدارة الحالية يعني اعترفت بالقدس كعاصمة لإسرائيل وعلى نتنياهو أن يدفع ثمن هذا الاعتراف. هناك أيضا صحف أخرى تقول أن الإدارة الأمريكية كان عليها أن تعترف بالقدس وأن تنقل السفارة كما تعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية. وأشارت أيضا بعض وسائل الإعلام إلى أن الرؤساء السابقون منذ أيام كلينتون مرون ببوش وأوباما رغم أنهم قالوا أو تعهدوا بنقل السفارة إلا أنهم لم يفعلوا. وهناك من شكك في أن نقل السفارة سيأخذ الكثير من الوقت وأنه لن يتم في المستقبل المنظور. على مستوى الشارع الإسرائيلي هناك تأييد بالنسبة للإسرائيليين اليهود من مسألة أن القدس هي عاصمة إسرائيل وأن على العالم أن يعترف بهذه الحقيقة. شكرا لك عصام عكرماوي موفد بي بي سي، كنت معنا مباشرة من